أفاد مراسلنا بأن قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية تتوقع توغلا بريا تركيا في مناطق جديدة شمال شرقي سوريا وخاصة مدينة عين العرب. وأكدت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية استعدادها لصد أي هجوم تركي على هذه المناطق، وطالبت المصادر واشنطن باتخاذ مواقف أكثر صرامة لإيقاف أي هجوم تركي محتمل، مؤكدين انفتاحهم على السلام مع تركيا. المزيد ينضم إلينا من القامش لمراسلنا هجار السيد. هجار، ما الدلائل الموجودة لدى قوات سوريا الديمقراطية عن هذا الهجوم البري الوشيك للجانب التركي، وأيضا ما تفاعلاته بالنسبة للجانب الأمريكي الداعم للقوات ذات الغالبية الكردية؟ نعم، بالفعل استهداف تركيا منذ أكثر من شهرين الريفي الغربي والشرقي لمدينة كوباني، وأيضا استعدادات قوات سوريا الديمقراطية يراه مراقبون بأنها سوف تكون الوجهة الثانية لتركيا بشن عملية برية في هذه المناطق. وأكدت قوات سوريا الديمقراطية استعدادها بشكل تام لصد أي هجوم تركي على هذه المنطقة، كما أكدت من جانب آخر بأنها هي جاهزة لعملية السلام مع تركيا وأنها لا تريد الحرب، ولكن إذا ما قامت تركيا بعملية برية في مدينة كوباني أو منبج أو رفعت والشابة سوف تقوم بصد هذه الهجمات. بالنسبة للموقف الأمريكي، يرى المراقبون بأن توجه تركيا إلى الاتفاقيات الأخيرة مع الجانب السوري بمساعي روسية تضعف الموقف الأمريكي، وهذا ما يخشاه قوات سوريا الديمقراطية في هذه المنطقة بأن الموقف الأمريكي ضعيف إذا ما تم التوصل إلى اتفاقيات ما بين الجانب التركي والسوري والسماح للقوات التركية بشن عملية عسكرية في هذه المنطقة. ونحن نعلم جيدا بأن هناك نحو 1200 جندي مع مدرعاتهم في ريف تل أبيض وأيضا في ريف كوباني، كما يوجد عناصر لقوات الجيش السوري في منبج وترفعت. طيب، ولكن قسد مرتاحة نوعا ما لوجود ملفات عالقة ما بين الجانبين التركي والسوري، فالجانب السوري يطلب من تركيا الانسحاب الكامل من هذه المنطقة وهذا ما ترفضه الجانب التركي. أما بالنسبة للجانب التركي فيطالب بالجانب السوري بمحاربة الإدارة الذاتية، وأكدت قوات سوريا الديمقراطية بأن الجانب السوري لا يستطيع في الوقت الحاضر أي هجوم على هذه المنطقة. نعم، تفضل. طبعا هجار، مع رفض جميع كل هذه الأطراف قيام يعني مثل هذا الجسم المستقل بالنسبة للجانب الكردي، لم تجبني، ما طبيعة الدلائل التي تسوقها قوات سوريا الديمقراطية في قرب هذه العملية التركية؟ نعم، قصد تخوفها من وجود أي تقرب ما بين الجانب السوري والتركي، هذا دليل بوجود عملية برية، وخاصة كان هناك اجتماعات ما بين وزيري الدفاع التركي والسوري، وأيضا الهجمات منذ نحو أكثر من شهرين تقوم تركيا باستهداف هذه المنطقة، وأيضا المواد العسكرية وأيضا البنى التحتية لمدينة كوباني في ريفها الغربي والشرقي. لذلك قصد هي تخشى من وجود عملية برية، وخاصة نحو شهرين من القصف المستمر على هذه المناطق. وأيضا هناك نقطة مهمة جدا، قوات سوريا الديمقراطية تعرف تماما بأن القوات الأمريكية هي موجودة لمحاربة تنظيم داعش، وأيضا مدينة كوباني هي خارجة عن منطقة النفوذ الأمريكي، فمنطقة كوباني نحن نعلم هي ومنبج وأيضا رفعت يراه مراقبون بأنه تحت النفوذ الروسي ويتواجد فيها القوات الروسية. ورغم عودة القوات الأمريكية إلى بعض النقاط وخاصة في مدينة الرقة، ولكن يبقى القلق والترقب واستعداد من قبل قوات سوريا الديمقراطية بشن تركيا عملية برية على هذه المنطقة. من القامش لمراسلنا هجار السيد، شكرا لك.